التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات القابضة. عندما يبني الأهلي الجميع ينتظر لكتابة التاريخ، ينتظر لكتابة الأمجاد، ينتظر لكتابة مختلفة، الكل ينتظر. وعندما يتكلم الكابتن محمود الخطيب الكل ينصت والكل يصمت ليتعلم من الكابتن محمود الخطيب. نتعلم جميعا في المرحلة الأخيرة كيف بدأ النادي الأهلي يسير بخطى ثابتة بمجلس إدارة لم يتحدث من اليوم الأول إلا على وعود محققة. الكلمة الآن للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بكل الحضور في ملعب الحقيقه لي ذكريات خاصه جدا بالنسبه لي انا، لان انا دخلت الملعب ده اول سنه لي، كانت سنه اخر سنه 70 تقريبا. كان المدرجات كلها مقفوله وكامله قد كده. الواحد النادي الاهلي رهبه كبيره قوي، ان احنا مجرد بس ما بنمشي جنب باب النادي واحنا صغيرين قد كده كان احلام بالنسبه لنا ان احنا نتواجد جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي الحقيقه عظيم جدا. النادي الاهلي من 1907 لغايه دلوقتي مش بس تاريخ رياضي وتاريخ بطولات، تاريخ قيم ومبادئ بيأسسها والناس كلها بتورثها من بعض. هو ده اساس النادي الاهلي، احترام لجماهيره، احترام لاعضائه، احترام للرياضيين اللي فيه، للمسؤولين اللي فيه، للعاملين اللي فيه. هو ده النادي الاهلي، الكيان النادي الاهلي الحقيقه، الكيان اللي يجب ان احنا نفخر بيه جميعا، ان احنا نرتبط او ارتبطنا بالنادي الاهلي. انا عايز ابتدي مع حضراتكم في اليوم اللي احنا بيسعدنا جميعا. ابتدي من البدايه، من حوالي 3 او 4 شهور تقريبا كانت مجرد فكره ازاي النادي الاهلي يكون عنده وحده الأهلي اقتصادية، وحدة كاملة كويس، يكون النادي الأهلي بمسمى النادي الأهلي، بكيفية استخدام أو استغلال لوجو واسم النادي الأهلي على وحدة اقتصادية، مش مجرد شيء تجاري، لا كمان شيء مهم جدا زي ما قال أخونا محمد. إزاي النادي الأهلي له دور في التنمية المجتمعية، إزاي النادي الأهلي دور ان احنا نتواجد جوه صعيد مصر ان شاء الله كبدايه، ازاي النادي الاهلي يفكر في اعضائه، في رياضيه، في النشء الجديد اللي طالع، ازاي نوفر لهم كل السبل باذن الله انها تكون سبل ان شاء الله ينجحوا بيها باذن الله. علشان كده يعني مجرد ما الفكره طرحت ابتدينا نفكر فيها، خدناها ماخذ الجد، ان النادي الاهلي يكون له وحده اقتصاديه. الوحده الاقتصاديه متمثله في أربع حاجات: استاد زي برضو قال محمد، استاد السلام يكون باسم النادي الأهلي لحين الحلم الأكبر بتاعنا احنا، استاد النادي الأهلي اللي إن شاء الله اللي هيبني جماهيره وأعضائه وأبنائه الصغيرين بإذن الله. مع استاد السلام زي يكون موجود نادي جوه صعيد مصر، يكون النادي الأهلي أول نادي يعني يصل لصعيد مصر، نكون متفاعلين مع أهالينا وإخواتنا في صعيد مصر. إزاي النادي الأهلي يفكر في أعضائه وفي جماهيره؟ جزيرة مكان صغير، وده الأصل بتاعنا، هو نادي الجزيرة، هو ده البداية بتاعتنا. الجزيرة كله 18 فدان، ما عادش في منفذ إن أنت تسهل إزاي على الأعضاء. فهنا كان في فكرة إزاي المجمع السباحة التربية والتعليم، عشان كده السيد وزير التربية والتعليم احنا بنشكره جدا، يكون مجمع السباحة بتاع التربية والتعليم الشركة استادات هتقوم بتطويره بالكامل، والنادي الأهلي هو اللي بيستخدمه بالكامل لمدة 25 سنة. أعتقد ده في خدمة لأعضاء النادي، في خدمة لأولادنا الأبطال. النادي الأهلي كمان يستغله ويستغله تجاريا كمان، فده شيء مهم جدا، أعتقد من الحاجات المهمة جدا. كمان النادي الأهلي، قلنا الاستاد وقلنا الصعيد وقلنا المجمع السباحة وكمان القناة، قناة النادي الأهلي كان فيه
رغي كتير وكان في يعني كلام كتير جدا الفتره اللي فاتت على قناه النادي. احنا بنحاول بقدر الامكان نسعى دايما يكون في تطوير. شركه برزنتيشن الاول دلوقتي اتنقل العقد لشركه استادات، وانا شفت ان الاربعه مع بعض تجاريا وتسويقيا ممكن يعملوا خدمه كويسه، ويكون هناك تطوير لقناه النادي، ويكون هناك عوائد باذن الله للنادي الاهلي من هذا الامر. فلقيت ان هناك في مكسب الحمد لله يعني مالي وتجاري للنادي الاهلي، وده حقه لان ده اسمه. الحاجه الثانيه ان زي ما قلنا يكون هناك خدمه لجماهير النادي الاهلي. ازاي جماهير النادي الاهلي؟ الاستاد بتاع النادي الاهلي ده الاستاد السلام ان شاء الله اللي هو استاد النادي الاهلي القادم باذن الله، او اللي احنا بنسعى ان احنا نكمل بروتوكول التعاون ده او مذكره التفاهم دي لعقود باذن الله في خلال شهر من دلوقتي، ان احنا نوفر بقى جماهير قد كده. كان بالنسبه لنا متاثرين جدا جمهورنا عشان يروح ورانا برج العرب ويسافر ويرجع في نص الليل، حاجه بالنسبه لنا كانت مزعجه جدا، لكن ما كناش عارفين نعمل حاجه. لان اعتقد بوجود الاستاد السلام هيكون هناك مكان لجمهورنا الى ان نعمل استادنا، او ان شاء الله نبتدي في استادنا. وقت ما يخلص احنا بننقل هذا الامر الاستاد ده، بيروح بقى استاد الاهلي باذن الله ان شاء الله باذن الله. يعني اتمنى ان احنا ننجز هذا. كمان الاستاد ده فيه توفير استاد السلام، هيتم انشاء فيه ملعبين فرعيين، وهيتم انشاء استراحه للناشئين النادي الاهلي. فمعنى كده ان انا كل فرق قطاع البطوله اللي في مدينه نصر هيتنقلوا الاستاد الاهلي الجديد باذن الله اللي هو اللي احنا بنتفق عليه. عندهم ملاعبهم، عندهم هيتعمل زي طبقا للاتفاق، هتعمل غرف ملابس وهتعمل استراحه لاولادنا اللي هم من الخارج، يكونوا كلهم هناك في الاستاد الاهلي الجديد ان شاء الله. ده هيوفر وهيدي خصوصيه لو ان شاء الله خصوصيه لاولادنا باذن الله ان هم يركزوا اكتر، ان هم يكون اهتمام وتركيز اكبر باذن الله. لكن كمان هيكون في فايده اخرى لاعضائنا في النادي الاهلي، نادي الاهلي الجزيره، نادي اهلي مدينه نصر، نادي اهلي الشيخ زايد، ان شاء الله التجمع قريب باذن الله. اللي احنا النهارده مضينا خلاص بروتوكول مع الهيئه الهندسيه لبدء البنيه التحتيه كمان في نادي التجمع ان شاء الله. وبتمنى ان كل المحبين للنادي الاهلي اللي حابين اشتراك في النادي الاهلي، معلش الموضوع خارجي لكن جات الفرصه ان انا اقوله، ان احنا عندنا لغايه شهر مارس، اخر مارس اللي جاي اخر ميعاد للاسعار بتاعه اشتراكات الاعضاء بالنسبه للنادي الاهلي سواء في تجمع او في الشيخ زايد او في المركز الرئيسي اللي هو الجزيره. اخر ميعاد قبل ما الاسعار تزيد، وهتزيد بشكل يعني يناسب النادي الاهلي لغايه اخر شهر 3. الفتره دي مهمه جدا ان احنا كل اللي يحب يكون من اسره النادي الاهلي ومن برنامج من عائله النادي الاهلي يسعدنا تواجده معانا ان شاء الله. ارجع تاني الموضوع ازاي يكونوا فيه هناك مش بس رياضيين اللي هتنقلوا ويكونوا هناك باستراحتهم ومقود غرف ملابس بتاعتهم، وكمان هنعمل اكاديميه هناك، والاكاديميه دي برضو ايرادها الخاص ده بتاع النادي الاهلي غير الاتفاق اللي احنا شغالينه مع بعض. حاجه كمان كده هنوفر وهنلاقي مساحات جوه اهل مدينه نصر تستغل بقى في امور اخرى ان شاء الله تفيد باذن الله الاعضاء. اعتقد كده يعني بحاول بقدر الامكان الم الامور كلها. برضو احكي لحضراتكم ان احنا اول ما جانا الفكره دي زي ما النادي الاهلي بيشتغل وزي ما احنا تعلمنا نشتغل، النادي الاهلي نادي مؤسسي، النادي الاهلي ما بياخدش قرار فردي ابدا، النادي الاهلي هو قرار جماعي. فديت فكره للزملاء اعضاء مجلس الاداره، ثم كلفت المستشار محمود فهمي بالمجموعه اللجنه القانونيه بتاعتنا يدرسوا الموضوع من كافه الجوانب القانونيه ويحضروا يقولوا رايهم لمجلس الاداره. وكمان كلفت اداره التسويق بقياده الدكتور سعد شلبي انه كمان يدرس الناحيه من الناحيه التسويقيه والفنيه، عشان لما نيجي نلتقي ونتكلم مع بعض في حقوق يبقى احنا عندنا تجاريا وتسويقيا عارفين الحقوق اللي ممكن نتكلم فيها ايه، ثم كمان قانونا احنا واقفين فين وهنصل لغايه فين. فانا بشكرهم جدا على مجهودهم خلال الثلاث شهور، بشكر الزملاء اعضاء مجلس اداره ان كل واحد فيهم ما بيبخلش ابدا بمجهوده لخدمه ناديه وخدمه اعضائه وجماهيره.
اعتقد اننا يمكن وصلنا للمرحله دي. خدنا النهارده وصل لنا كل التقارير، عندنا مجلس اداره النهارده، وصل التقرير القانوني ووصل التقرير الفني والتسويقي، اتعرض على مجلس الاداره، وطبعا الناس كلها مرحبه جدا، كان عندهم فكره مسبقه ولكن رحبوا جدا بالرؤيه اللي احنا بنتكلم فيها، رؤيه النادي الاهلي الفتره القادمه لرؤيه 2045. النادي الاهلي كل ده بقى بنرجع لاصل بدايتنا، ان احنا كنا بنتكلم لازم يكون في هناك برنامج عائله النادي الاهلي. البرنامج ده طبقا للي حدث لغايه النهارده احنا عدينا 85% من البرنامج. باللي احنا بنعمله النهارده دي نسبه اخرى، غير امور كثيره خارج البرنامج الانتخاب اللي احنا وعدنا الناس بيه. الحمد لله ان احنا وصلنا لهذه المراحل، وان احنا ما بننامشي الحقيقه، او مش هننام لغايه ما كل وعودنا تكون موجوده للناس. هو ده حق النادي الاهلي علينا، وحق جمهور واعضاء النادي الاهلي علينا، ان احنا طالما راضينا ان احنا نخدم خدمه عامه، وطالما راضينا ان احنا نكون في خدمه النادي الاهلي، يبقى نخدم صح وندي وقتنا وندي رؤيتنا وندي فكرنا صح، لان النادي الاهلي بالاسلوب ده ان شاء الله باذن الله يكون رؤيه جديده جدا لكل الانديه، وكمان لمستقبل النادي الاهلي القادم باذن الله. مش عايز اطول عليكم، لكن حبيت ان انا اقول كده بشكل عام كل اللي احنا فكرنا فيه الفتره اللي فاتت. ان شاء الله يكون بخير باذن الله، ان شاء الله يكون بعوائد تكون مناسبه لشركه استادات وللنادي الاهلي باذن الله. الشراكه دي اعتقد انها ممكن تحقق حاجه كويسه للمجتمع وللشركه، وطبعا لان النادي الاهلي ان هم بيشتغلوا مع اسم كبير قوي يا جماعه، وهو اسم النادي الاهلي. بشكركم جدا، ان شاء الله اكون نلتقي على خير باذن الله.